نبقى في إيطاليا وفي ميلانو لإيطاليا. يلتحق بنا من هناك رودي غاليتي زميلنا الصحفي. و غاليتي أهلا بك معنا. يعني لم يكن ستيفانو لاعبا جيدا، لم يكن لاعبا بارزا، لم يكن نجما، ليس مدربا جيدا، لم يحقق أي بطولة. كل الفرق التي تنقل لها لم يحقق معها بطولة، إلا في الأخير حقق بطولة مع فريق يحقق بطولة بلا لقب. إذن لننسى هذه المقدمة التي قلتها أنا، وأريد منك أنت كإيطالي أن تذكر لي ميزة واحدة تدفع السعوديين للتعاقد مع رجل بهذا السجل الخالي من الإنجازات ومن حتى المسيرة الرياضية الجيدة. أعتقد بأن ستيفانو بيولي أحب أن أعرفه على أنه مدرب اعتيادي، ولكن مع أي سي ميلان عام 2022 فاز بالسكوديتو ولم يكون لديه تشكيلة كبيرة من اللاعبين ولم تكن أفضل تشكيلة في إيطاليا بين الفرق الإيطالية، ولكن بأسلوبه ومقاربته الهادئة هو معروف مرة أخرى بالأسلوب الهادئ، وبالتالي أعتقد بأنه مع بيولي فكل اللاعبين بإمكانهم تقديم أفضل ما لديهم. إنه بارع جدا في توطيد علاقاته مع اللاعبين والتواصل معهم، ولهذا السبب أكرر وأقول بأنه مدرب اعتيادي، ولكنني أعتقد بأن هذا الأسلوب الذي يميزه وأنا أحبه كثيرا هذا السبب الذي يجعله إنسانا بارعا داخل الملعب وخارجه.